حياكم الله أعزائي المشاهدين، موجز لأهم الأنباء، أهلا وسهلا بكم. أفاد مراسل التناصح بمقتل 4 مدنيين وإصابة أكثر من 7 آخرين بجروح متفاوتة جراء استهداف طيران مجرم الحرب حفتر لمحل لبيع الخضروات في جنوبي تجراء صباح اليوم الثلاثاء. مصحة الرياضة بتجراء أكدت مراسل التناصح أنها استقبلت عدد 4 شاثمين بينهم امرأتان وأكثر من 7 جرحى جراء هذا الاستهداف. ويذكر أن ميليشيات مجرم الحرب حفتر كثفت من غاراتها الجوية والقصف المدفعي بشكل عشوائي على الأحياء السكنية بعد فشل ساعة الصفر التي أطلقها مجرم الحرب حفتر. ميدانيا، شنت قوات الجيش الليبي اشتباكات عنيفة مع مرتزقة فاغنر الروس صباح الثلاثاء بمحور اليرموك والخلاطات، وحققت من خلالها تقدمات وفق ما صرح مصدر عسكري للتناصح. وأوضح المصدر أن قوات الجيش أحكمت سيطرتها على سيمافرو البل وما بعد شارع المطبات، وكبرت مرتزقة الروس خسائر في العدة والعتاد، مضيفا أن قوات الجيش تسير وفق خطة دقيقة وتعليمات عسكرية لتحقيق مزيد من التقدمات. ذكرت الخارجية الروسية في بيان لها الثلاثاء أن روسيا وتركيا اتفقتا على مواصلة المفاوضات بشأن الوضع في ليبيا واحتمالية تقديم حل سياسي لتسوية الأزمة في ليبيا. وأضاف البيان أنه بعد تبادل وجهات النظر تم التوصل إلى اتفاق على استمرار الاتصالات بشأن الملف الليبي، بما في ذلك تقديم المساعدة الممكنة في إيجاد حل لأزمة البلاد بأسرع وقت ممكن. وجه رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني فائز السراج التهاني لعموم الشعب الليبي بمناسبة ذكرى 68 لاستقلال ليبيا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.